هل التيمم واجب على الانسان المكسور مع الوضوء والغسل؟ وهل تقدم الطهارة قبل الجريرة؟ الذي تقدم الطهارة قبل الجريرة واجب ام لا؟ الذي يعجز عن غسل بعض الاعضاء لاجل كسر فيه او مرض ينظر في امره. فإن كان يستطيع المسح على الجبيرة، أن يرح في جبيرة ومسح عليها كفى عن التيمم، يمسح على الجبيرة ويكفي عن التيمم، ولو أنه حطها على غير طهارة، لأن الجبائر ما يستطلع الطهارة على الصحيح. فإذا كان في يده جبيرة أو في ذراعه جبيرة أو في وجهه جبيرة مسح عليها ويكفي. أما إن كان ما يستطيع المسح عليها ليضره الماء ويخشى من شر الماء، فإنه إذا توضأ وتنشف يضرب التراب بيديه ويمسح به وجهه وكفيه بنية البقعة التي تركها. وهكذا في الجنابة، إذا كان عليه جنابة واغتسل وفي بدنه محل عليه جبيرة يمسح عليها ويكفي. فإن عجز المسح وخاف من المسح ويضره المسح لأن الجبيرة ضعيفة أو ما يصل من ورائها أو ما أشبه ذلك، تيمم بنية الجنابة وكفى ذلك.